أهلا ومرحبا بكم من جديد. أجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأربعاء جلسة المحاكمة الخاصة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، على الرغم من حالته الصحية بالغة الخطورة للأسير وليد دقة، والموجود حاليا في وحدة العناية المركزة في مستشفى أساف هارو فيف وفي مدينة الرملة. وقد جرى تأجيل المحكمة الخاصة بالإفراج المبكر المشروط عنه لتلقي العلاج حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 31 من مايو أيار الجاري. أيضا نناقش هذا الموضوع مع ضيفي عبر سكايب بالأستاذ تيسير سليمان المختص بالشأن الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك أستاذ تيسير. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بالجمهور الكرام، حياكم الله. وأيضا أرحب من جديد بالأستاذ علي الشمري معي في الاستوديو لنتكلم عن الموضوع الأسرى في سجون الاحتلال وعن تأثيراته على المنطقة. بداية أستاذ تيسير، السؤال لك: من هو الأسير ولماذا أجل الاحتلال هذه المحاكمة؟ تمام، بالبداية تحية لكم وشكرا على هذه الإطلالة على هذا الموضوع الحساس ويخص كل الفلسطينيين وربما يخص العرب والمسلمين. حياكم. أولا، الأسير هو وليد دقة من الداخل الفلسطيني المحتل، متهم منذ الثمانينات من القرن الماضي بتهمة المقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وحكم بالمؤبد ثم تم إعادة حكمه إلى 40 عاما، ثم أضيف لها عامين بتهمة نشاط داخلي للمعتقل. الأسير كما بقية الأسرى، وإن سمحت لي أن أعطي إطلالة على الأسرى حتى نفهم المشهد الفلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. أول الأسرى الفلسطينيين تجاوز عدد حالات الاعتقال منذ عام 67 إلى يومنا هذا أكثر من 1,200,000 حالة اعتقال. وهؤلاء موزعون على كافة الأراضي الفلسطينية باستثناء قطاع غزة المحرر. نتكلم عن أكثر 24 معتقلا وسجنا، جزء منها بناها الاحتلال الإنجليزي وجزء منها بناها الاحتلال الإسرائيلي. هذه السجون مرت خلال 55 سنة الماضية بالعديد من محاولات كسر الإرادة الفلسطينية، ولذلك كانوا يسمونها مقابر الأحياء وكانوا يسمونها مصلحة التأديب للأسرى الفلسطينيين. ومررنا بسنوات طويلة، بالنهاية نحن أمام مرحلة حساسة. الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الآن أكثر من 5,000 أسير فلسطيني، يزيد عدده وينقص باليوم بأكثر من 50 شخص حسب الإفراجات والاعتقالات، بالإضافة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الضغط عليهم بشتى الأساليب التي يمارسها من أجل إضعاف هذا رأس الحربة في الشعب الفلسطيني، والذي هو يقاوم والذي هو الأسرى الفلسطيني. الآن داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما أننا نتكلم بحالات مرضية، نتكلم عن حالة مثالية مثل حالة وليد وحالة العديد من الإخوة، منهم قبل أيام عندما استشهد أحد الإخوة بمرض السرطان، وهذا جزء ناصر أبو حميد وهو جزء من معادلة الإهمال الطبي. المقصود بالذي نقصده أن يوجد داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي 5,000 أسير، من ضمنهم 1,500 يحتاجون إلى إشراف طبي، ومن 1,500 هناك 150 أسيرة فلسطينية هناك فيهم أمراض إنجاز تعبير عضلية بمثل السرطان وفشل الكلوي وإصابات حساسة جدا وقطع وبتر بعض الأمور. الاحتلال الإسرائيلي بسياسة القتل الدائم والإعدام الغير مباشر يقوم بسياسة الإهمال الطبي، وسياسة الإهمال الطبي هي إعلان الوفاة للأسير دون تحديد زمن تنفيذ الحكم الإعدام.